بدنا نعمل صاجية، تعالوا معي خلينا نشوف كيف نعمل صاجية كبدة عجل. بتجيب لك كم محرمة وبتاخذ شوية فازلين حتى نولع الحطبات وبتولعهم، بعدين بتولع المحارم مع الفازلين بتحطهم عند الحطب وبعدين تحط عليهم الحطب وهيك الحطب بيولع على السريع. قاعدين بنصور، ما ظل بياع إلا مرق من الحارة. اسمعوا، أول شيء بنقطع البصل، هون وين الفليفلة؟ تعجبني بس فلفل أخضر عندنا؟ أي أحمر؟ بس عندنا فلفل أخضر؟ أي أحمر؟ أيوة هيك بدي إياك. يلا، بتحب حارة؟ والله ممتاز. يلا، طبعا الصاجية من دون لية بدك تنسى ليها نهائيا، بدك تخلي اللي يذوب ويطلع زيتها 100%. بعديها بتنزل في البصلات المقطعين، يا سلام يا سلام. حبيبي بستناك، تعال. لا كل شيء عندنا. اذا ما بتحب الحار لازم تضيف الحار، فلفل حار على الصاجية. يابا يابا، كيف ما بتحب الحار حطه حار؟ يعني انا بعرف انه كل الموجودين هون حول الصاجية بحبوش الحار، بس انا بالعمدة لاني بحبش الحار حطيت حار. ليش؟ يا زلمة اطيب اطيب. خلينا نحط لنا شوية فلفل. الملح هون مهم، اكيد مهم، طبعا الملح مهم، وكمان رشة فلفل اسود. يا سلام يا سلام. حد يدير بالك المايك يقع بالصجية يا زلمة. توكل على الله ما بقع ولا اشي، النية سليمة توكل على الله. صجية بمايكات هسه. بعدين هيك افتح لك هيك حيز. ايوه 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 ايوه. ليش حي هذا الحيز؟ يا عون، مشان تنزل فيه الكبدة. طبعا الكبدة مغسولة ومقطعة جوليان. طريقة أكل الصاجية للشيف نضال. رغيف بتعمل لي هيك، طلع كيف. بعدين تاخذ لك هيك شوية صاجية هيك بتسويه، وبتسويها ايش؟ زي العروس، وبتحكي بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بشوفكم فيديو جديد وطبخة جديدة قريبا جدا. يسلموا يا عون، إلى اللقاء.